مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الثلاثاء 27 جويليه 2021 واللي شهدنا فيه تراجع طفيف في درجه الحراره مقارنه بالارقام اللي ميزت ال 24 ساعه الفارطه اليوم درجه الحراره قصوى كانت من بين 32 الى 36 درجه في المناطق الساحليه الشرقيه في حين تراوحت ما بين 37 الى 42 في بقيه الجهات مهبوب رياح الشيلي ومازال تقصي اليوم شوفوهم كالعاده من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي واللي يميز حاله سماء ظهور سحب قليله في اغلب مناطق البلاد باش يكون صافي الى قليل سحب نتوقع يكون درجه حراره ليلا تكون ما بين 26 إلى 30 درجه في كل ولايه الشمال بالوسط وبالجنوب الشرقي في حين تتراوح ما بين 30 الى 34 في بقيه المناطق مميزات طقس يوم الغد ان شاء الله هما درجه الحراره المرتفعه ونشاط الرياح في المناطق السحرية ارقام باش تبقى اعلى من المعدات العاديه بما يقارب 3 الى 7 درجات مع هبوب رياح شيلي في العديد من الاماكن كالعاده نقدم لكم قراءه سريعه لدرجه الحراره القصوى المتوقعه في مختلف ولايات بلادنا بتونس الكبرى نتوقع صعودها إلى مستوى الـ 41 درجة تزيل 31 في جهة الوطن القبلي 39 في زغوان و 40 في بنزرت في مناطق الشمال الغربي نتوقع كانوا درجة حرارة ظهرا تكون في مستوى الـ 40 في تبرقة في باجة 42 43 في جندوبة 38 بسليانة و 39 بالكاف في مناطق الوسط بتالا 37 أعلى بالقيروان 40 بجهة الساحل بسوسة بالمنسير 35 ظهرا 33 في المهدية بصفاقس 34 33 بجر قرقنا سيدي بوزير 38 37 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي درجات حرارة باش تبقى في مستوى أعلى من الأربعين درجة قد نسجل أربعين في قفصة 42 في توزر بيكبلي، أربعين أربعة في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان توقف تسجيل خمسة وثلاثين تسعة في مدين ثمانية وثلاثين و تسعة وثلاثين برمادة بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسوحنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس ريح أيه تكون في اغلبها مياه قطاع الشرقي شماليه شرقيه الى جنوبيه شرقيه سرعتها من 10 الى 20 عقده وتصل الى مستوى ال 15 25 في فتره ما بعد الظهر وبح أيه يكون مضطرب الى محليا شديد الاضطراب بشمال بخليج حمات وبجهه الساحل ريح أيه تكون جنوبيه شرقيه ثم تتجه الى شماليه غربيه سرعتها من 10 الى 20 عقده والبحر أيه يكون قليل الاضطراب وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس أيه ريح أيه تكون في اغلبها شماليه شرقيه سرعتها من 10 الى 20 عقده أيه تصل محليا الى مستوى 25 وبحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب في سواحل المهديه صفاقس جابس ومدين كالعاده قد ممكن فكره حول حاله الطقس في بعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه نواكش 28 درجه سحب قليله بدار البيضاء الطقس يكون صافي بالجزائر بطرابلس 33 ظهرا قد نسجل 37 بالخرطوم سماء صافيه ومحرارة تصل الى مستوى 39 بالقاهره بالبقاع المقدسه نتوقع يكون درجه الحراره باش في مستوى 47 في المدينه المنوره 39 في مكه المكرمه سحب عامه قليله بالدوحه بابو ظبي وبمسقط 41 الطقس يكون صافي محرارة مرتفعة بالكويت 48 درجة 25 في بغداد بالشرق الأوسط الأجواء تكون مشمسة متوقع تسجيل 38 بدمشق 31 في بيروت 32 درجة بالقدس الشريف بإسطنبول الطقس يكون صافي 33 ظهرا وبأوروبا بروما متوقع يكون درجات حرارة باش تكون ظهرا في مستوى 36 درجة مؤشرات أمطار بفيينا ببرلين أمستردام وبروكسل 21 24 في باريس 27 بجنيف 30 في مرسيليا مع ظهور بعد أصحاب الطقس يكون صافي بمدريد و28 درجة بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليله القادمه بالنسبه ليوم السبت ما معنيين بتدفق تيارات هوائيه في اغلبها من القطاع الجنوبي ضعيفه الى معتدله معدل سرعتها لا تتجاوز مستوى 30 كم في الساعه تبعا لذلك راح يكون قليل الاضطراب بينما درجات الحراره باش تبقى في مستويات عموما مرتفعه في اغلبها من بين 40 الى 44 درجه مع يحشيلي باستثناء المناطق الساحليه الشرقيه وين تتراوح من بين 32 الى 38 درجه وتخص يكون صافي الى قليل السحب على كامل البلاد خلال يوم الجمعه قد تنشط الرياح الجنوبيه في فتره ما بعد الظهر في المناطق الساحليه الشرقيه تبعا لذلك راح يكون قليل الاضطراب الى في السواحل الشرقيه للبلاد سحب عامه قليله مع تواصل درجات حراره مرتفعه في اغلب المناطق اضافه الى هبوب رياح شيلي في العديد من الاماكن موعد شروق والغروب بمدينه تونس وما جاورها ليوم الغد شروق الشمس ان شاء الله باش في الساعه 5 و وعشرين دقيقة وغروبها في الساعة 37 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn الموزع الصوتي تفعلوا معنا ايضا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات الصلاه بمدينه تونس اليوم الغد، صلاه الصبح بدايه من الثالثه و38 دقيقه، ظهر منتصف النهار و33 دقيقه، صلاه العصر في الساعه 4 وربع، صلاه المغرب في الساعه السابعة و32 دقيقه، وصلاه العشاء باذن الله في الساعه 9 و12 دقيقه. في الختام شكرا على حسن المتابعه والاهتمام، الى اللقاء.